فعلا اخوي ايضا منصور، لكن نشوف ما شاء الله طبعا هذه الانطلاقه في هذا الاشواط الجميله الممتعه في انطلاقات ايضا لهذا اليوم، طبعا اليوم الثاني على التوالي، لكن ان شاء الله نبلش وياكم في 14 شوط لهذا الصباح، نتابع وياكم مشاهدينا في نقل هذه الاحداث الجميله ببطوله سمو السيد الامير حفظه الله يرحمه. في أرضية هذا الميدان والمضمار أعزائي المتابعين، انطلقت الشعارات، انطلقت الأسامي، انطلقت أيضا الطموحات والأمال. سيارة بانتظار الفائز، وأيضا ضيف إلى السيارة الفوز، والتهاني والتبريكات والناموس، وأيضا كل ما يتمناه مالك الهجر مشارك الفوز في المحافل الدولية الكبرى. محمل دولي أيها الأعزاء يرحب أيضا ويحتضن هذه الشعارات المنطلقة. نذهب مباشرة إلى عزام اللي في المركز الأول لشبيب، أو لخميس من شبيب بالرمثان العجمي على مقدمة الشوط، واللي يليه مباشرة إعقاب لسمو الأمير سعد بن عبد العزيز بن جلوي المضمر خالد بن شقة السوداني. وننتقل إلى ثالث المراكز، ومن يحتل المركز الثالث صوغان لعبد الله بن لعبد الله الهاجري، عبد الله بن شويم الهاجري على ثالث المراكز. المركز الرابع أيها الأعزاء دخول وتقدم من الفارس لطالب بن سالم بن مقبل، ويلي شعار بن مقبل اللي يحتل المركز الخامس مزاح العسيلان المشهوري اللي في خامس المراكز، عسيلان بن فهد، عسيلان بن فهد المحشوري على خامس المحشوري، واللي يليه مباشرة سلاب للأمير فيصل بن أحمد آل سعود مضمر محمد بن هضبان المري. ننتقل ونواصل بإذاعتنا إلى المركز السابع أيها الأعزاء، ومن يحتل سابع المراكز مقصص لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي يضمر سيف بن عمير العميمي. وننتقل إلى المركز الثامن، ومن يحتل النمر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم التضمير مع علي بن راشد بن غدير. والمركز التاسع أيها الأعزاء تاسع المراكز، ومن يحتل المركز التاسع هنا وقاد، يا مرحبا بوقاد وبهذا الشعار لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مضمر عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. وعاطون العاشر، المركز العاشر أيها الأعزاء، عاشر المراكز نتأخر قليلا لنعطي كل ذي حق حقه، عاشر المراكز القادم والمنطلق الآن وبقوة على عاشر المراكز الآن، شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع مشهور المضمر عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء للخمسة العشرة المراكز الأولى، أذعناها كاملة مكملة على مسامعكم، وعودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاق القوي والانطلاقة الصاروخية من أيضا أيها الأعزاء شعار سمو الأمير سعد بن عبد العزيز بن جلوي آل سعود. وخالد شقة في التضمير، يلا يا خالد، خالد يا خالد، أهالي السيح، أهالي ميدان الجزيرة يطالبونك بالسلام في هذا الشوط، أهالي المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالتحديد المنطقة الشرقية وتحديدا ميدان الجزيرة ما يعرف بميدان السيح يطالبونك. وقادم هذا إعقاب، قادم هذا الثني للمشاركة هنا في هذا المضمار وفي هذا الميدان. يا سلام، إعقاب هو أول المنطلقين وهو الأقرب للسيارة وهو الأقرب للفوز مع شعار سمو الأمير سعد بن عبد العزيز بن جلوي آل سعود المضمر خالد شقة. وعرفناك يا خالد مضمر عملاق، مضمر ممتاز، مضمر لا أيضا مضمر لامع وساطع. يا سلام يا خالد، يرافق عقاب في هذا الشوط وعبر الهواء مباشرة. إذا المسافة هي يتبقى 5 كيلومترات عن عقاب. ننتقل إلى ثاني المراكز، ومن يحتل المركز الثاني الفارس لطالب بن سالم بن مقبل، ويليه في ثالث المراكز وصول من اسم شبيب الرمثان العجمي. وننتقل الى المركز الرابع ووصول ايضا من مزاح لعسيلان المشهوري
المحشوري على خامس المراكز، عسلام بن فهد المحشوري على خامس المراكز، وننتقل إلى المركز الرابع والخامس ومن يحتل المركز الخامس أيها الأعزاء. وصول 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 من سلاب سلاب لسمو الأمير فيصل بن أحمد آل سعود المضمر محمد بن هضبان المري، وننتقل إلى الوصول الخطير. يا سلام يمقصص، يا سلام يمقصص، بدأ يتقدم أيها الأعزاء وبدأ يحتل المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن عمير العميمي، ووصول من النمر، النمر يتقدم وبمعية نمر وقات، أشعلها وقات، أشعل المنافسة وقات أيها الأعزاء لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. وحد شاف لي إعقاب يا متابعين، إعقاب انفرد وابتعد عن أقرب المنافسين. يا سلام عبر الهواء مباشرة وأمامكم على شاشة التلفزيون، وركز يا خالد، ركز ركز يا خالد من شق السوداني على متابعة إعقاب وعلى مسايرة إعقاب، السيارة بالانتظار يا خالد، وإعقاب الآن هو الأقرب لها وهو الأقرب للفوز، ولكن أرى الجماعة وأرى الشعارات القوية. الله دير بالك يا خالد دير بالك، وأيضا 4 كيلومترات أيها الأعزاء تفصلنا عن خط النهاية. انقضت الأربعة الأولى وما زال عقاب، يا سلام ما زال عقاب هو الأقرب للفوز بالشعار سمو الأمير، بشعار سمو الأمير سعد بن عبد العزيز بن جلوي آل سعود. يا سلام، وخالد شقة في التضمير، خالد شقة في المتابعة، خالد شقة في المسايرة. يا سلام، ننتقل إلى المركز الثاني يبتعد يبتعد ابتعاد كلي وابتعاد ايضا عن بقية وعن اقرب المنافسين. المركز الثالث مقصص لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مضمر سيف بن عمير العميمي، وننتقل الى رابع المراكز النمر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مضمر علي بن راشد بن غدير. والمركز الخامس او المركز الخامس الان، المركز الخامس وصول من وقات وقات وقاد وقاد أيها الأعزاء، يتخطى في المراكز ويتقدم ذعنا وقاد في المركز العاشر الآن في خامس المراكز لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. وانتظروا وقاد، انتظروا وقاد يا متابعين ويا مشاركين في الوقت المناسب. المضمر عبد الرحمن بن سلمان العتيبي المركز السادس، المركز السادس وصول وتقدم من عسيلان بن فهد المحشوري أيها الأعزاء على خامس المراكز أو على سادس المراكز. المركز السابع هنا عزام خميس بن شبيب بن رمثان العجمي ولكن ينخطف. المركز السادس من صوغان عبد الله بن شويمي الهاجري، غير الآن وتسلل صوغان والسلالة الصوغانية. هذه نتيجتنا، أكتفي بهذا القدر وأعود إلى عقاب، أكتفي بهذه المراكز المتقدمة لأعود إلى مقدمة الشوط ومن يحتلها على الهواء مباشرة. يا سلام، الله 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 الله، عقاب أيها الأعزاء هو الأقرب للفوز، سيارة بالانتظار، سيارة بالانتظار، وعقاب ما زال، الله لا تستعجل يا خالد، ما زال عقاب أيها الأعزاء، ما زال عقاب في مقدمة الشوط وما زال سيد الموقف، وما زال هناك باقي مسافة، ما زال هناك متسع من الوقت. المضمر المالك أيها الأعزاء، مالك عقاب سمو الأمير سعد بن عبد العزيز بن جلوي مضمر خالد شقة، وكما ذكرت غادم من ميدان الجزيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة. ننتقل إلى المركز الثاني مقصص لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب المضمر مقصص علي بن راشد بن غداوة سيف بن عمير العميمي في التضمير. المركز الثالث هنا وصول من الفارس لطالب بن سالم بن مقبل، ويليه مباشرة النمر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مضمر علي بن راشد بن غدير. ويصل وقات، يصل وقات، يتقدم وقات. يا سلام
سلام يا وقات، يا سلام يا وقات، علقت عليه في قطر وعلقت عليه في الوثبة وعلق عليه اليوم هنا في الكويت. يا سلام يا سلام، صاحب صولات وصاحب جولات وقات، وقات أشعلها وقات، يتقدم وقات، يتسلل وقات إلى رابع المراكز. يا سلام، المركز الخامس أو سادس المراكز سلام لسمو الأمير فيصل بن أحمد آل سعود انضم محمد بن هضبات، والمركز الخامس عند المحشوري، وسادس سابع المراكز أو ثامنها لعبد الله بن شوي من هاجري. هذه نتيجتنا يا متأخرين، والعودة إلى عقاب. عقاب يا سلام، وصلوا كل الشعارات يا عقاب، وصلت الشعارات يا عقاب، وصلت 1800 متر، وما زال شعار سمو الأمير سعد بن عبد العزيز بن جلوي مع خالد بن شقة السوداني في التضمير، ولكن أول الواصلين مقصص مقصص أيها الأعزاء يتقدم. وصلت الشعارات، تغيرت الأسامي، ما زال عقاب أيها الأعزاء يقاتل ويصارع على مقدمة الشوط، أملا في البقاء، أملا في الفوز بالسيارة، ولكن أول الواصلين النمر، النمر يوثب أيها الأعزاء إلى مقدمة الشوط، يتقدم النمر، ولكن ما زال عقاب، ما زال عقاب، ولكن النمر، النمر وعقاب اللحظات الأخيرة، ووقات يصل وقات على ثالث المراكز، ويصل سلاب، سلاب وعقاب ووقات والنمر وعقاب، وأيضا هنا مزاح. يا سلام، بدأت المعركة أيها الأعزاء، المعركة طاحنة على سيارة الشوط، عقاب ما زال صامد، وعقاب منطلق منذ انطلاقة، وحتى هذه الأمتار وهو يقاتل، ولكن هنا الخوف من النمر، النمر وعقاب، النمر وعقاب ووقاد في ثالث المراكز، اقتربنا من المنصة، بانت المنصة، بانت 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 وبان النمر، بان النمر وخلي يتسلل أيها الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، ووقات وقات وقات لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهدان سعود، ولكن النمر، وما زال عقاب، ما زال عقاب مع سمو الأمير عبد العزيز بن سعد بن جنوي في ثاني المراكز، خالد بن شقة في التضمير، ولكن النمر هو الأقرب للفوز، النمر هو الأقرب للسيارة. يا سلام يا النمر، النمر أيها الأعزاء، أما سموك تسبق الشوط لضاق، والله والله خلاص من الهجن يا جماعة. يا سلام، انجاره الله من مقادير، انجاره الله من صواديف الأقدار، جاتك وجاك الجيش كله بعدها. النمر أيها الأعزاء ينتزع الشوط، سلام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، سلام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولكن الخوف على النمر، وصول من مقصص، يصل مقصص، يصل مقصص لثاني المراكز، يتقدم لسمو الأمير فيصل بن أحمد آل سعود، ولكن النمر، النمر يحسمها وينتزعها أيها الأعزاء، ينتزع هذه السيارة، ينتزع هذه السيارة. سلام الإمارات، سلام، سلام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سلام إلى دبي، سلام، سلام دبي، سلام زعمين، سلام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحاضر والمتواجد دائما، شعاره في كل الميادين في كل المضامير، تهانينا 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 لمالك النمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. خط النهاية يرحب بهذا القدوم، المركز الثاني مقصص لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث صغل لعبد الله بن شوي من الهاجري، المركز الرابع قابلي سمو الأمير عبد العزيز بن سعد بن جنوي، المركز الخامس، المركز الخامس سلاب لي سمو الأمير فيصل بن أحمد آل سعود. تهانينا أيها الأعزاء لكل الفائزين بالعشرة المراكز الأولى في هذا الشوط، حظا أوفر لمن لم يحالف الحظ. إذن أيها الأعزاء، النمر هو سيد الموقف، النمر هو من حظي بسيارة هذا الشوط. تهانينا مرة أخرى لملك النمر، وأيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولا ننسى دور المضمر علي بن راشد بن غدير من قاد النمر للفوز بهذا الشوط. أيها الأعزاء، ما زالت الأشواط متواصلة، وما زال للحديث بقية زملاء المعلقين بالانتظار للتعليق على بقية الأشواط، أتمنى لهم التوفيق وودعكم أيها الأعزاء. والكلمة الآن ستنتقل بعد قليل مع انطلاقة الشوط الثامن إلى زميل آخر من أبناء أيضا هذا المضمار الذين يرحبون بكل المشاركين فيه.